بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، نحن الآن مع واجهة القلعة، قلعة المرابطين والمجاهدين التي تقابل الشارع العام في منطقة سوسة. هذا الجزء تم تحويله إلى دار للدعارة والعياذ بالله، وأدعوكم لمصاحبتي. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل، لهم مستحيل، لنا نهجنا من إله جليل وإنا به دائما نريد لكم الخير. انتم فاهمين يعني احنا في معاكم. هم توا ما بيتفجعوا كلهم، ها كلهم تفجعوا. ليش تفجعوا؟ احنا نذكرهم بالله، نلقاو نحكي. احنا نريد هذه هديه طيب مني لك، طيب طيب فيه، وهذا نعال عن البرد. هديه مني لك، ينوب علي، بارك الله فيك. طيب عطر مني لك هديه تطيب فيه، صلى الله عليه وسلم، عشان تتاكدون احنا نوايانا حسنه ولا نريد لكم الا الخير. نعرف ما فهم البنات يتفجعوا، راهو يتفجعوا كله، يتفجعوا كله، هم ما عندهم حتى ذنبهم، حتى يتفجعوا. ما نريد الا كلمه طيبه وننصحهم لوجه الله عز وجل. النصيحه خلاص، احنا اخطانا. لا لا اخطانا، لا 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 زين. كنا رانا جينا طلعنا كنا نشاهدوا كله، بس انت بس انتوا بس انتوا ترضون بهالشيء؟ ما نرضوش، ما الدوله اعطتهم حاجه، هم باش يخدموا باش يعملوا، ما عطتهم حتى شيء الدوله، بس مو عطتهم حاجه معناته يفعلون هذا الفعل. معقول يعني؟ لا، شكون اللي يحكم يعني؟ معناته اذا سمحني الشعب سمحني التونسي كله يعاني، معناته يحصل الله عز وجل. كلمك مثال شيء، ها اي نعم. المفروض هم خرجوا من هنا، ماوش يأجروا احدهم ديار وكل شيء، الفساد باش يكثر في الديار. لا 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 لا، هذا مو كلام، هذا مو كلام. لا يا لا، خلي يصور شنو فيه. يا جماعة يا جماعة، اللي تفعلون حرام، اللي تفعلون حرام، ما يجوز. اللي تفعلون حرام، ما صور ربي حسبنا، ربي اللي حسبنا. احنا نذكركم بالله عز وجل، اللي تفعلون زنا وحرام. احنا جاي من كلمة طيبة، كلمة طيبة. ايوه هدية مني لك. هناك بعد نشوف. احنا نذكركم بالله، نذكركم بالله عز وجل. عطها عطها عطها، احنا نبغي لكم الخير، نبغي لكم الخير، اللي تسوون هذه حرام. بس نبغي لكم الخير، الله يهديكم ان شاء الله ويهدي الجميع. كم دار يعني، كم غرفة، كم دار. الآن تخفون وجوهكم، يوم القيامة ماذا تفعلون؟ يوم القيامة ماذا تفعلون؟ خايفين والله. انصحهم اللي يفعلون زنا، زنا حرام. معي على بالي، معنا ربي وخيرته وعندهم يخفون. الله غفور رحيم، لكن من يستحق. اللي تفعلون حرام، ما يجوز زنا. طيب نعم نعم. كيف؟ من الخليج، من الخليج قطر. اي نعم، هو دولة تمشيوا على الارض تحكم بالدول هكا ولا؟ نحن دولة منهوبة، اصحاب شهادة عليا ما لقاوش خدمة. من الرازق؟ سامحني، من الرازق؟ الله تعالى يرزق، الله تعالى هو اللي يرزق. مو معناته، معناته الشعب التونسي كله مضطهد. الشعب التونسي يعني يفعل حرام؟ نحن كنا في السجون. يعني الشعب التونسي كله يفعل حرام؟ سامحني، ليه تروح كنت تقول مرة بحياتك؟ الانسان في اي انسان في الدنيا أموت مرة في حياتي في الدنيا ولا أعذب في نار باقية؟ ما نستطيع أن نصبر على عذاب الله. النار عذاب الله تعالى شديد، لا نصبر على نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ والله حرام. واحد العفيف، المرأة الطاهرة تموت من الجوع ولا تبيع عرضها؟ ولا نريد لكم ولا الخير. الله تعالى يرزق الطير، يرزق النملة، يرزق النحلة، يرزق الحيتان في البحار، يرزق الطير في السماء. الرزق بيد الله عز وجل.
الله تعالى في وانت في بطنك الله كتب لك الرزق، الرزق جايك جايك. اذا ما اذا ما اخذتي انت بالحلال تاخذينه من الحرام، مكتوب لك الرزق. نعم مكتوب كل انسان من بطن امه. فليش تاخذين الرزق بالحرام؟ خذيه بالحلال. سامحنا انت توك كي جيت من بلادك الخارج لهنا خذيت طياره ولا اي نعم خلصت فلوس ولا أيه. كما جاش عندك فلوس دير فيها طياره. هي قضيه قضيه فلوس، قضيه ايمان بالله عز وجل، ايمان بالله. الله تعالى هو اللي يرزق، الله تعالى يرزق. قالت الشيخ بالحلال الشيخ قالت ما عندنا ما عندنا مال، قالت ما عندنا البديل. نحن طاقتي اجتماعية ما عندناش، نحن ناس كنخرجوا من هنا ما يخدمونيش. هل معناته نعصي الله؟ بالعودة إلى الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل. مش نقول لك حاجة لحظة. بالعمل بالعمل. اسمعها شيخ اسمعها. ماك جيت لهنا، أبعث مشروع أبعث أي حاجة شنو مستنيين. إي نعم إي نعم إي إي في في. مستعدين؟ مستعدين لو صار هناك عمل لكم تعملون عمل حلال تتركون الحرام؟ عايش مستعدين. اللهم احفظ تونس. اللهم احفظ تونس، اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، واغنيهم عمن سواك، اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، واغنيهم بفضلك عمن سواك، اللهم كن لشباب تونس، اللهم كن لفتيات تونس، اللهم طهرهم يا الله، اللهم ابعدهم عن الفاحشة والزنا، اللهم ابعدهم عن الفاحشة والزنا، اللهم كن لشباب المسلمين في كل مكان، اللهم كن لشباب المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم حلالا طيبا، اللهم ابعدهم عن الحرام، اللهم ابعدهم عن الحرام، اللهم ابعدهم عن الحرام يا رب العالمين، اللهم اكتب لشباب تونس وفتيات تونس الايمان، اللهم اكتب لهم الايمان، اللهم اكتبهم العفاف، اللهم اكتب العفاف يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والله ما نريد لكم الا الخير، والله ما نريد الا الخير. لما مرت هذه المنطقه مرت للدعوه، فمرت القلعه ورحت للمرابطين وشفت الثغور وشفت كيف كانوا هذه المنطقه، كانوا قلعه للدفاع عن الاسلام، وتصير في نفس القلعه على جدران القلعه الطرف الاخر تصير معصيه لله عز وجل. الله عز وجل يجعل يجمع الزنا يوم القيامة في تنور أعلاه ضيق، ثم تأتي نار وهم عراة الزاني والزنا، ثم يأتي تأتي النار من الأسفل حتى يرتفعوا من هول النار إلى الأعلى، حتى كما قال ضوضوا. هذه نار عظيمة، نحن نستطيع أن نموت ونحن على الجوع لكن لا نعصي الله عز وجل، نستطيع أن نتحمل الجوع، نستطيع أن نتحمل نار الدنيا لكن نار الآخرة لا نستطيع أن نتحملها. الله تعالى هو ألطف بنا، ألطف من الأم بابنها. إذا كان عندنا هذا اليقين كيف الله تعالى ما يرزقنا؟ الرزق بيد الله عز وجل، لكن إحنا ما سعينا، عندنا نقص فينا، عندنا نقص في إخلاصنا، عندنا نقص في اجتهادنا. هناك أطفال يعملون، هناك نساء يكنسون ويفعلون وطالت عليه رزقهم. تدعم كاميرا سمعوني سمعوني طيب سمعوني انا لا اريد الا الخير. سمعوني 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 انا ما اتيت الى هنا لكي اسمع صراخ وعويل وناس يسيئون لي. انا اردت لكم الخير لاني اعلم ان هذا الكلام سيصل الى اناس عندما اضع هذا المقطع في على الانترنت. الآن تريدون تقولون أنكم لو كان تم هناك أعمال لكم أعمال وطار مال حلال تبتعدون تبتعدون عن هذا صحيح؟ واضح 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 أنا أريد أن أوصل رسالة للناس. هي قالت أهل الخليج وأهل الخليج سمعوني سمعوني يا خ هي قالت أهل الخليج أهل الخليج الآن يتم التصوير حتى أوصل رسالتكم أوصل معاناتكم صح؟ أنا أقول الآن لمن يشاهدني على هذا المقطع يستعدون مستعدات هالنساء لترك دور الدعارة بلد فتحه الصحابة. أنا دعوني أوصل الرسالة. بلد هذا البلد تونس فتحه الصحابة، وصل مجاهدين إلى هذه المنطقة، والآن بعض بنات تونس وفتيات تونس يمارسون البغاء. هل يرضى بهذا المسلم؟ نداء إلى تجار الخليج، هل ترضون بهذا؟
بلد وطأه الصحابة، وطأه عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العاص وعبد الله بن أبي السرح والحسن والحسين، وطأوا هذه الأرض وفتحوه، والآن بنات ثم يرسل البغاء والزنا. هل تظن بذلك؟ نريد أموالكم التي تصرف، فلتصرف هنا، فلتقام المشاريع لهم حتى يتركوا الزنا. هذه الأموال لماذا توجه هنا وهناك؟ هذا بلد مسلم، بلد مسلم فتحه الصحابة، والله لا نرضى بهذا، لا يرضى بهذا مسلم غيور، لا يرضى بهذا مسلم غيور. اتقوا الله عز وجل، ابنوا مشروعا لهم بدل هذا دور الدعارة ودور الزنا. نريد مشروعا عمليا لتلك النسوة حتى يعملوا المال ويكتسبوا المال الحلال والعمل الحلال. إني الآن أسمع صيحاتهم وأرى دموعهم، فاتقوا الله عز وجل في هذا الموال. هذه من أبرك المشاريع، اخدموا إخوانكم في تونس، اتقوا الله عز وجل في هذا المال، فإنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا ويسأل عن ماله سؤالين: من أين اكتسب هذا المال وأين أنفقه؟ اتقوا الله تعالى في هذا المال، ابنوا لهن مشروعا هنا حتى يستغنوا عن الحرام. وكان في هذا الأمر من أجل عظيم ومصلحة عظيمة، أسأل الله تعالى أن يطهر نساء تونس وشباب تونس من الحرام. سجل أسماءكم إن شاء الله، أنا بس عدد إن شاء الله. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين، ورض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. يا أهل الخير أنقذوا نساء تونس، يا أهل الخير أنقذوا نساء تونس، يا أهل الخير أنقذوا شباب تونس. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالهدى. الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظكم. أنا بشتهد إن شاء الله، بشتهد قدر المستطاع، بأخذ الأسماء وإن شاء الله الله يحفظكم، الله يحفظكم إن شاء الله. عاوننا عاوننا، الله يبارك فيكم. حافظوا على حافظوا على الصلوات الخمس، خلوكم مع مع الله عز وجل، اكثروا من الدعاء. شاهدونا ان شاء الله 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 أسعى لكم، أسعى لكم في البحرين إن شاء الله، أسعى لكم في الخليج. خايفين لنموت وباش مش نقابلوا وجه ربي، رانا خايفين لنموت وموتوا مع مارا الضافي، رانا بيضوا برضا بالأصاب ولينا نداويهم بالأصاب، نخاف كمسوا ربي الموت ونحن نهار. يا ربي ما قلت شكولي قلتي، يا ربي ما قلت شكولي عني عليا، يا ربي يا هذيك الرؤساء يشوفوا فينا هكا، وخلي يا ربي يشيلوا علينا، يشيلوا على مصر، يشيلوا سكران، استروا على المسلمات لعل الله ان يستر علينا. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. لعل هذه الزانية التي تندم يوما تبكي يوما أعظم عند الله من بعض العباد والدعاة والعلماء لما حضرها في قلبها من إجلال الله عز وجل، إجلال الله عز وجل، بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه إذ جاءت مرأة فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام، ف
فسلم عليها فقالت يا رسول الله إني زنيت. فحول وجهه فأتته من الناحية الأخرى وقالت يا رسول الله إني زنيت. فحول وجهه لأنه لا يريد أمته وهم غرقى في الذنوب والمعاصي. فأتته من الناحية الأخرى وقالت يا رسول الله إني حبلى من الزنا، حامل من الزنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم وهو يريد الستر لأمته اذهبي فإن وضعتيه فتعالي. لم يكن يتشوف إلى إقامة الحدود وتعذيب الناس، فلتكن توبتها بينها وبين ربها. لكن انظروا إلى توبة هذه الزانية، ذهبت وهي حامل، مضت عليها الليلة والليلتان والشهر، وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد 9 شهور وهي تحمل ذلك الطفل من الزنا، وتقول يا رسول الله ها قد وضعته. ما زالت على التوبة وهي زانية وهي عاصية، لكنه المبدأ، لكنها التوبة الصادقة الخالصة، إنه التحدي. وبعد أن رآها النبي عليه الصلاة والسلام رق قلبه لها وقال يا فلانة اذهبي فإن فطمتيه فتعالي، ارضعيه. فتذهب هذه المرأة، ويمر عليها الشهر والشهران، بل سنة والسنتان، وتأتي للرسول بعد 2 عامين وما زالت حرارة التوبة في صدرها. تأتي بعد 2 عامين وهي ممسكة بيد طفلها، وطفلها يمسك بيده كسرة خبز يأكله، لتري رسول الله أنها قد فطمته وأنه لا يحتاج إلى لبن أمه. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع هذا الطفل بين الأنصار ويقول، يرفعه بين الصحابة ويقول من يكفل هذا الطفل وهو رفيقي في الجنة كهاتين. فيأخذه رجل من الأنصار، ثم يؤمر بهذه المرأة فيحفر لها وترمى بالحجارة إلى الموت. تموت هذه المرأة لكنها قدمت روحها، إنها تعلم أنها زانية، أنها سترمى بالحجارة إلى الموت، لكنها تريد رضا الله. أين من يريد رضا الله؟ ثم تقدم هذه المرأة بين يدي رسول الله وهي مكفنة وهي جثة هامدة. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى. تقدم هذه المرأة بين يدي رسول الله فيشرفها الله بأن الذي يصلي عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكبر ويدعو لها ويقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والله يكفيها شرفا أن رسول الله دعا لها زانية ورسول الله يدعو لها. تعجب عمر وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى. يا رسول الله
أتصلي عليها وقد زنت؟ فيغضب رسول الله ويتغير لونه ويقول رسول الله: عجبا لك يا عمر، لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الدين مشكاة الحياة يضيء درب الحائرين. والذي نفسي بيده إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها فلنعم دار. يا أيها العلماء، توجهوا بعلمكم إلى تونس. يا أيها الدعاة، توجهوا بدعوتكم إلى تونس. يا أيها التجار، توجهوا بتجارتكم إلى تونس. يا أيها المحسنون، توجهوا بأموالكم إلى تونس، فإن تونس تناديكم. ما زالت صيحات الزواني في أذني. ما زالت دموعهم بين عيني. إني أريد أن أحول ماحور الدعارة ذلك إلى دار للقرآن الكريم، فأعينوني على ذلك. فلنعم درب الصالحين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين.